لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي. بسم الله وتوكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كاريزما. برنامج ينطلق ويعود من جديد في فقرات جديدة في متسابقين جدد في يوم جديد في يوم ممتع في يوم شيق. فقرتنا اليوم اللي أنا أتشرف أخوكم بعد فترة طويلة نرجع من جديد للتقديم. فقرتنا اليوم هدفها توضيح شخصية المتسابق، البحث في أعماق المتسابق. يقول أنت تستطيع أن تخدع الناس بعضا من الوقت، لكن لا تستطيع أن تخدع الناس كل وقت. ممكن تكون ممثل مبدع، ممكن تكون ممثل يشهدك الجميع، لكن ما تستطيع تصير ممثل طول حياتك. في لحظة من اللحظات تنكشف الأسرار، في لحظة من اللحظات ينكسر الزجاج، في لحظة من اللحظات تنكشف الشخصية. استفزني هي اسم الفقرة اللي إن من خلالها نحاول الضيف. ضيفنا صاحب شخصية وكاريزما جميلة جدا، هو أخونا عبد الله علي العتيبي. حياك الله أخوي عبد الله. الله يبقيك وأشكرك على الإطراء والمديح اللي طيب منك الحقيقة، أطريت هذا الإطراء الله يعافيك. عبدالله